حلو جدا. طب احنا كل مره بيبقى معانا بطله جديده وبطله كمان رغم صغر السن بيكون او بتكون محققه حاجه على الارض محترمه جدا، ممكن بقى تعرفنا وتحكي لنا اكتر؟ يعني يمكن برضه بنات مصر وبناتي فعلا مفخره للعالم كله، والله ما شاء الله على المستويات الموجوده والمنافسه، ومن اول مره يعني بنشوف بلاد دول تانية بتشارك لتاني مره والتالت مره، وفي خوف وفي رهبه من اللعب، لكن بناتنا حاجه تانية. رانيا بقى احكي لنا، رانيا ابتديتي امتى وانجاز حلو جدا، اشمعنى المواي تاي اصلا؟ يا رياضة حلوة جدا. بدأت 2022 ده السنة دي؟ لا ثلاث سنين. 2019 من أول بداية اللعب. بدأنا أول ما الاتحاد أسس وكده بدأنا، دي السنة الثالثة على التوالي اللعب، وخدنا بطولة جمهورية. برافو عليكي، أول ما لعبتي كده بطولات على طول. أول جمهورية وأول أفريقيا وثالث عالم السنة دي. ما شاء الله عليك. بس فعلا يعني بدايتك مع الرياضة دي يعني جت ازاي؟ عادة البنوتات لما بيبتدوا يقرروا يلعبوا رياضة بشكل احترافي عادة بيروحوا لألعاب معينة، يمكن الوضع ده اتغير كتير في الفترة الأخيرة، فاشمعنى المواي تاي صحيح؟ هي الشخصية بتاعتي أنا شخصية حادة شوية، فمايلة للرياضة اللي هي القتالية والعنف والكلام ده كله، بس هي رياضة محترمة تهدي الأعصاب ورياضة حلوة جدا، وهي كمان كوع وركبة في الصدر وفي الوش. في ناس كتير كانت معترضة على الكلام ده في الأول، وإزاي بنت بتلعب أهلك نفسهم كان رأيهم إيه؟ لا أهلي كانوا مرحبين جدا، وأكتر ناس يعني مسنداني في الموضوع ده، لأن حصلت لي إصابات كثيرة يعني كسر وخلع يا رانيا معقولة؟ معقولة هي عنيفة للدرجة دي المواي تاي؟ لا هي إصابات يعني شخصية مش من اللعب. تدريب مثلا معين أو كده؟ أوكي، فيعني كملنا الحمد لله. برافو عليكي. الحمد لله، واضح ان رانيا عندها طاقه فاهلها.